زي ما انا قلت ضيفتنا العزيزة هي عزيزة جدا في الظهور تكاد لا تظهر على الشاشات. دكتور نيفين الطهري وهي اسم غني عن التعريف وعضو مجلس النواب طبعا وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي. وزي ما قلت لكم لو قعدت سردت السي في هنخلص الحلقة. فأنا عاوز أرحب جدا بدكتور نيفين معانا منورانا. نور نوركم والله. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله مية مية. دلوقتي أنا أوان الكلام الجد في ظل أزمة اقتصادية عاصفة عاتية زي مصطفى دكتور مصطفى مدبولي هي الأعنف والأصعب يمكن من 1929 في بعض التقديرات طبقا برضو رئيس الوزراء بعد الحرب العالمية الثانية. السؤال سيادتك شفتي هذا المؤتمر في أي إطار؟ عشان يجي حد يقول لي يا عم يوسف أنت بتبالغ فأنا مش هتكلم. الحقيقة هو زي ما بيقولوا في الجون. طب الحمد لله جبنا جول. يعني التوقيت بتاعه اولا يعني موفق جدا، واحنا سمعنا يعني هو زي ما تقول بعد الاحداث، يعني هو في شغل كتير عمال بيتعمل لكن هو مش ظاهر. والنهارده المؤتمر لما حاجات كتير قوي قوي بيتساءل فيها ناس كتير قوي، وفي نفس الوقت ما هياش ملمومه تحت اطار واحد. عارف زي ما دايما نقول، انا دايما اقول هو فين الماكرو، احنا دايما بنتكلم على المايكرو مايكرو مايكرو. فالنهارده الرئيس لما فخامه الرئيس لما اتكلم وقال ال 13 بند بتاعه خمسه منهم في الاقتصاد 100%. اللي النهارده لما تسمعه هو بيتكلم فيهم هو بيشرحهم وبيقول ان احنا لسه هنكمل في ان احنا نقول ازاي هنعمل ده. ويمكن هي كلمه ازاي دي هي اهم حاجه فيها، مربط الفرس بالظبط كده. يعني احنا ممكن نتكلم كتير وبنسمع حاجات كتير، لكن مفيش انك مقعد كل اللجنه الاقتصاديه وكل من هم اقتصاديين وبتقول احنا بنتكلم بصوت واحد، وان احنا كل 3 اشهر هنتقابل علشان هنتحاكى بهذه المصداقية، بمعنى ان هنتحاسب. فاحنا كل 3 اشهر هنقعد القعده دي ترانسبيرنت، منتهى الشفافيه. منتهى الشفافيه، اللي هيسال هيسال. واحنا سمعنا كتير من الاسئله النهارده، في منها صعب طبعا، ودي اول مواجهه. اللي انا متخيله ان كمان 3 اشهر بقى هيبتدي الحساب بجد، يبقى في اسئله اكتر. انت قلتوا كذا بالظبط كده. فانا بيتهيالي ان يعني انا يعني بعد ما سمعت النهارده المؤتمر كله طبعا سعيده، بس بسال ازاي زي ناس كتير في حاجات منها صعبه، بس لكونها قيلت انا متاكده ان مش بس الشعب